لو الحكاية فيها إن فيتو هل لما بيحصل اشتباكات في الملاعب هل بيحصل لك اي ضرر مننا؟ ضرر طبعا من بدل والشغل بيضيع مننا وبيتهزي وبتاع وكلام من ده بيخسر علينا وما خدش حاجه. طب انت بتبيع هنا دايما ولا وقت المتوشه؟ لا وقت المتوشه في المناسبات وقت ماتش ولا بتاع وكلام من ده. طب بالنسبه للمتوشه شغلك بيزيد بتبيع كويس ولا؟ لا دي ارزاق ما نضمنش يعني كلها بياخد رزق وكلها اللي ربنا كاتبه لنا بنفضل. انت في وقت الاشتباكات شغلك ده كله بيضيع؟ بيضيع طبعا بيضيع ونتصاب وكده وبتاع. حضرتك اسمك ايه؟ حسين. انا عم حسين. بالنسبه للبيع هنا في وقت المتوشه بيكون عامل ازاي؟ هو في وقت المتوشه بس احنا بنشتغل بصراحه، لكن في الايام العاديه طبعا ما فيش شغل اعلان. لا والله بدور على فك اهو. طب اما بيحصل اشتباكات ولا حاجه في المطوشه هل شغلك ده بيتدهور خالص؟ طبعا بيتبهدل طبعا الشغل بيتبهدل وبنلم وبنجري وغصب عننا، وزي ما انت شايف شطه كده احنا واقفين بناكل عيش يعني. الحقيقه لا خساره بدري كده؟ اكيد طبعا اكيد تبقى خساره جامده كمان، لان ممكن تحصل اشتباكات والناس تجري على الشغل والمه بالعافيه وما اعرفش ادري كمان يعني، ممكن يخطف مني كمان. هات على وسط يا حمد. اسمع ابو زياد خلال وجودك هنا في وقت الماتش هل لما بيحصل اشتباكات او كده هل شغلك بيتضاهى وبتقفل ولا بتفضل فين؟ لا نبقى فاتحين ما بيحصلكش اي ضهر ولا بتقفل؟ اي حاجه الحمد لله. طيب هل نسبه البيع بتاعتك بتتحسب في وقت الماتشات ولا بتكون زي الايام العاديه؟ زي الايام العاديه اللي بيجي على الدفعات بس ما فيش اشتباك. عارف اسمك ايه؟ ايمن محمد. طب ايمن انت اما وقت المتوشه او الماتشات هل ما بيحصل اشتباكات بيكون البيع بتاعك بيضاع ولا بيتكسر وبتقفل ولا بتفضل فاتح؟ طبعا التاثير لما يكون في اشتباكات في اي مكان التاثير بيبقى سلبي. التاثير بيبقى سلبي. بتقفل وبتمشي؟ بنخفض طبعا، بنخفض المبيع ولو ما فيش حد بيكسروا لك الكشك اي مكان؟ لا ما بيحصلش. طيب هل نسبة البيع بتاعتك بتتحسن؟ لا بتقل طبعا. بتقل في وقت المتشار؟ بتقل طبعا. طب بتقل ليه؟ المفروض انها تزيد عشان في ناس وفي لا لا بتقل ان اكتر الناس بتمشي تروح بيت. يعني ممكن انت عندك كشك تروح بيت ساعة الماتش تعمل ايه؟ تروح بيت. صح ولا فيتو؟